Bear for best film. Der goldene Bär für den besten Film. Goes to Touch Me Not by Adina Pintilimi. بجائزة الدب الذهبي فاز فيلم تاتش مي نوت للمخرجة الرومانية أدينا بنتلي كأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي 68. ويتناول الفيلم الفائز قصة عن العلاقات الإنسانية صدمت المتفرجين بمشاهدها الجريئة. أنا سعيدة جدا، فهذه ليست مجرد جائزة بالنسبة لي بل لفريق عمل أدى عملا مذهلا في 7 سنوات. من المهم الحصول على هذه الجائزة حيث يدعو الفيلم للحوار والتعاطف واحترام أفكار الآخرين. أما جائزة دب الفضي فذهبت لفيلم الرسوم المتحركة I Love Dogs للمخرج ويس أندرسون، الذي يحكي عن مدينة يابانية خيالية ترحل كل كلابها إلى جزيرة تلقى فيها القمامة بسبب إنفلونزا الكلاب. كان أندرسون من محبي الكلاب، لذا استخدمها في هذه الرواية. لم يكن فيلمه عاديا على الإطلاق، ونحن سعدنا بالمشاركة فيه. ويعد مهرجان برلين واحدا من أقدم مهرجانات السينما في العالم، وشارك في دورة هذا العام 400 فيلم، تنافست 19 منها على جائزة الدب الذهبي.